للمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية. أهلا بك سعادة الوزير في نشرة الثامنة، نشكرك على قبول الدعوة. ما هي دلالات أمر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الجهات المعنية ووزارة التنمية الاجتماعية بصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل علاوة الغلاء لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية؟ مسي عليكم ومسي على جميع المشاهدين الكرام. في البداية حبيت يعني أن الأساس للتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل، يؤكد اهتمام سموه البالغ والمستمر لتعزيز المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لضمان الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي لكافة الأسر البحرينية لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية. نعم سعادة الوزير، متى موعد صرف علاوة الغلاء ومن هم مستحقوها وعدد المستفيدين أيضا من الدعم المالي؟ نعم، باشرت الوزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية بشكل فوري باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للمستحقين الأسر معدولة الدخل، حيث سيتم إيداع الدفعة الأساسية في موعدها بتاريخ يوم الأحد 15 يناير، بالإضافة إلى مبلغ الشهر الإضافي، كما أن المستحقين لمساعدات الضمان الاجتماعي سوف يستفيدون من الأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشكل تلقائي من الدعم المالي، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا الدعم 130,078 مستفيد، وذلك خلال دفعة يناير من هذا العام. نعم سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثامنة، شكرا جزيلا لك.